ما الذي تحمله الوزيرة في زيارتها المكوكية إلى أكثر من دولة؟ نجدها في أكثر من مرة في مصر، وجدنا في مجلس التعاون الخليجي، وجدنا أيضا تتحرك هنا وهناك. ما هي الرؤى التي تحملها؟ هي مصالح السودان، مصلحة السودان ورؤية السودان لحل الأزمة. وكان المتوقع أنه يعني صدناه أنه مش يتحول لتهديد للسلم والأمن في المنطقة، كان متوقع أنه يتحول لشكل من أشكال التعاون الاقتصادي وشكل من أشكال التكامل، إذا ما كان الحكومة الأثيوبية أخذت المنحة اللي هي ماشية فيه حاليا. ما كان اضطر السودان، بالعكس السودان استبشر خير من أول يوم أنه حيكون في فوائد كبيرة للسودان، لكن للأسف التعنت اللي صاحب حتى إخفاء المعلومات يعني، أو التعامل مع السودان زي كأنه تكرما لما يقول لهم مثلا الفترة الأخيرة اللي وافقوا فيها على أنه أرسلوا مندوبا نحن ممكن نديكم المعلومة، فالسودان رفض باعتبار أنه إذا بديك ليها تكرما منه بدون اتفاق ملزم ممكن يحرمك منها في يوم من الأيام. بالتالي السودان كل تحركاته محصورة حوالين مطلبين، رفض الملأ الأحادي، وإلا بعد اتفاق قانوني ملزم يملك السودان المعلومات الكاملة. والسودان المعلومات الكاملة ليه لسد النهضة تحديدا؟ أثيوبيا فيها أكثر من سد، يعني ما جينا طالبنا في يوم من الأيام بأنه عايزين نعرف معلومات عن السد الفلاني في أثيوبيا، في أكثر من سد موجود في أثيوبيا لكن بعيدات جدا عن الحدود السودانية. سد النهضة مع خزان الرصيرس عندنا مسافة بتاعت 15 كيلومتر من بحيرة السد، بالتالي بأثر عليه تأثير كبير. فالسودان ما طالب إلا بمعلومات حول أن التشغيل في سد النهضة تحديدا هذا يعني شيء طبيعي، ما عندنا إشكال مع السدود الأثيوبية الأخرى. نعم. الملأ الأحادي بيكلف السودان الكثير، والسودان موقفه بيختلف عن موقف مصر في شيء واحد، أنه مصر عندها سعة تخزينية كبيرة في سدودها في غيرها وبنيتها التحتية، السودان بيعتمد عليها على المياه الجارية بشكل يومي.